في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت، بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية على راديو تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، استشاري تعليم وتحليل سلوكي ولغوي. اليوم كمان مرة رح نستضيف الصبي الأمور أيوب، حنشتغل معه مثل ما حتشوفوا بالفيديوهات على مفهوم round up to the nearest 10، انه بدنا نحط الرقم للأقرب له بالعشرات. يعني عنا هو مثل ما حتشوفوا بالفيديو عنا رقم 32، بدنا نشوف مين الأقرب له بالعشرات، رقم 30 ولا 40. فهون كان أيوب عم بيواجه صعوبة بأنه عم يتحسر بالجواب، المفهوم مش وصل له، فاستخدمنا تقنية أنه السيارات اللي بحبها، في عنا السيارة الحمراء عملناها للبعيد الفار، عملنا رقم 32 بالقلم الأحمر، للرقم 40 بيكون هيدا الرقم البعيد عن 32، وبالسيارة الخضراء اللي هو بحبنا جبنا كمان قلم أخضر، مشينا من رقم 32 ل 30 باللون الأخضر لحتى يشوف كيف كيفية السيارة بتتحرك، لما منقل له 32 أقرب ل 30 ولا أقرب لل 40. فلما بيحرك السيارة الحمراء لل 40 بتكون بعيدة very far، ولما بيحركها من 32 ل 30 بتكون قريبة. أكيد هيدي البروسيس مثل ما حتشوفوا بالفيديو أخدت معنا وقت ليوصل المفهوم بطريقة مظبوطة وغير قابلة للتأويل من قبل أيوب. حتشوفوا بأصبعي بحط إيدي مثلا رقم 32 أقرب لل 40 ولا ل 30، فبده يحرك السيارة من 32 لل 40، وأنا بأصابيع بقول له closer or far، ففرجي انه القريب بقرب اسابيع عبعدهم والبعيد ببيعدهم، فطلعت معه صح انه 32 لل 40 بعيدة فار، بس لما حركنا السيارة من 32 لل 30 كنا مشتتين شوي والجواب ما كان اكيد منه كان غلط. فهوني عملنا عدة تمارين، استخدمنا عدة ارقام 33 اذا قريبة لل 30 ولا لل 40، كمان رجعنا على أرقام العشرينات والأربعين والخمسين كل خط بخطه، وحتى يشوف كيف الأرقام عم بتصير، لبعدين تشوفوا بالفيديو الثاني مع معلمته مستينا لحاله عم بشوف رقم 92 إذا قريب للتسعين ولا للمية، وحتى بيسأل حاله 92 أقرب للتسعين ولا للمية، فبيعرف أنه أقرب للتسعين، وصل المفهوم بطريقة مظبوطة 100% وما في مجال للخطأ واكتسب المهارة. حبيب قلبي أيوب، شفتوا قد الشاطر، أحلى تحية لك وتحية كمان لمستينا، ولقائنا بكرة سوا مع دكتورة شفيقة منصور غربية، إلى اللقاء. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت، بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية عراضي تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.